غير جو غير حياتك طور نفسك وذاتك واسرح مع ذكرياتك عيش الجو عيش الحكاية الله يحييك تفضلوا تفضل هاني سعيد تركي اليوم شو العنوان صراحة يوم كلمني حاتم وقال لي وقتك عندك رجعت وتابعت فقرة كفرت وقتك معك يا عبد الله فرجعني الموضوع لأيام زد رصيدك كان هذا الموضوع أمنيتي أني كان بخاطري أطرحه في زد رصيدك فما كان الموضوع يتسع ذاك اليوم فقلنا شباب شو هو اللي يحتمل في هذا المواضيع بسم الله طبعا موضوع اليوم أخذته من ستيفن كوفي الكاتب المعروف في تطوير الذات في كتابه العادة الثامنة كان كتاب يتكلم عن تطوير الذات وعن عادات وعن الأشياء اللي من شأنها أنها تقدم الشخص خطوات كثيرة نحو الأمام اليوم بتكلم عن عقلية الوفرة وعقلية الندرة سلام طبعا هذا الموضوعين انا بوجهة نظري انها تساهم بالتغيير نحو الافضل في اتخاذ القرارات في الحكم على الناس وفي شيء اساسي انا في الحياة دائما اتبعه واحاول قدر امكاني وجدت في اي مكان انه يكون هذا بصمتي فيه اني اخلي من نفسي اول ومن الاخرين حسن الظن بالله حسن الظن بالاخرين يقول لك عقلية الوفرة هي ان تؤمن ان هناك فرصا تكفي الجميع وخيرا يكفي الجميع في هذه الدنيا فلست بحاجة ان تخسر احد او تضر احد حتى انت تستفيد أما عقلية الندرة فهي أن تؤمن أن الخير والفرص محدودة وأن اللقمة تكفي لشخص واحد إما أخذها أنا أو يأخذها غيري السؤال من هذه العقليتين أيهما أفضل عقلية الوفرة أو عقلية الندرة بلا شك أنها عقلية الوفرة لأنك أنت تعتمد على الخير المتوفر في هذه الأرض للكل الذين يفكرون بعقلية الندرة عندهم مشكلة كبيرة في الحياة يخافون أن الناس الثانيين ينجحون يخافون أن عبد الله يمدح عندهم يشعر أن إذا مدح عبد الله أو مدح حاتم أن فرصة من فرصة راحت أنه حظه اللي كان مفروض أنه ياخذ من هذه من هذا المجال راح وخسره اللي يفكرون أيضا بعقلية وفرة تلاقيه هادي مطمئن ما تهدد نجاحات الآخرين يثني عليهم يمدحهم يشارك الناس تجاربه يشارك الناس همومه ما عنده مشكلة مع أحد ما عنده حواجز ما يشعر بينه وبين الآخرين قاب أو فراغ كبير هناك شخصيات كثيرة في هذه الدنيا تفكر بعقلية الوفرة ترى كل شيء حولها متعدد وكثير وآخرين أشغلتهم الندرة أو الفرص النادرة في هذه الحياة فمن يفكر بعقلية وفرة يرى أن الفرص كثيرة ومتكررة وأما الذي يفكر بعقلية الندرة فهو يرى أن ضياع الفرص كثيرة وضياع الفرص يعني ضياع مستقبله بالأكمل لذلك عشان تعيش بشكل أريح في هذه الحياة وعشان تتجاوز كل المطبات والسلبيات في هذه الحياة فكر بشكل إيجابي فكر بعقلية الوفرة أنه مدام أنا موجود في هذه الدنيا فإن الخير متوفر للجميع وأن اللي عنده مشروع أو عنده فكرة أنا سبق وأن جربتها ما في مانع أني أدلي بدلوي وأنصح من باب النصح من باب أن الله رزقني شيء إن الله مرزقني وأرزق من غيري سلامتك سلامتك طيب الآن باقي عندنا 3 دقائق ودنا نسأل تركي عن إذا كان في شيء يعني عن المحاور اللي تكلم عنها شو رأيك يا حاتم أنا إيه في سؤال لتركي عن المحاور أو بعض والله دقائق تركي باقي ما شاء الله دقيقتين اي باقي دقيقتين خلص بدري ما في مشكله هذه ما شاء الله الايجاز الغير مخل عندك شيء اي انا عندي تفضل ايش سبب اختيارك الموضوع انا اشوف طبعا في تجارب في الحياه تطلعك على يمكن انت ما تاخذ اغلب وجهات نظر الناس الثانيين برا لكن في تجربه في الحياه تخليك تقيس من خلالها وجهات نظر الناس الثانيين بالتالي لازم تختار موضوع بما ان يعني شاركت الناس هذا الامر انه تختار موضوع ممكن يساهم فيه بما انهم يتابعونك. هل ترى نفسك بكل امانه بعقليه الوفره ولا بعقليه الندره؟ من خلال تجاربي في الحياه من خلال عمر عشته انا ارى نفسي الوفره ولو ماني في الوفره ماني موجود هنا اليوم. جميل. سؤال اخير شباب. طاهر كنك مجهز شيء ولا؟ ما في لا والله.
شيك سكنيت كذا لا موضوع عجبني والله وممتاز. المجتمع السعودي والعربي والإقليمي وقيل في الرواية العالمي، هل ترى أنه يتماهى مع فكرة الندرة والوفرة؟ يمشي مع الندرة بشكل كبير لأنه يرى في حظوظه أقل في حال أن حاتم أخذ هذا الشيء، فأنا حظي أصبح قليل. أنا حبيت حاتم، فلو غير حاتم، لو عبد الله خذ شيء فحاتم خسر، مع أني أنا حبيت حاتم، ودي حاتم يأخذ كل شيء في الحياة هذه يعني عشان يكون في عيني. ممكن نقول الحسد هو كذا، هو كذا، بس أنا حبيت أني أخذ لفظ أو عبارة أخف تكون فيها أخف وتستاهل تكون شباب شو. بيض الله وجهك والله كلام طيب. اي والله اي والله وفعلا نحن بحاجه لمثل هالكلمات الجميله. البعض يعتقد انه هذا كلام انشائي فقط، بينما اذا هو طبق على ارض الواقع يجد يعني سبحان الله النفس تصير طيبه، يبدا يشارك الاخرين ببعض الاشياء، يعني نغبط كل واحد جعل هذا الشيء ديدا في حياته. يا سلام والله يا حاتم الله كلام الله جميل جميلين وليس جميل واحد. أول مرة حاتم يكون مع موضوع والله معك بروي. أنا شوف هنيني. لا شوف معلش أنتم فهمتوني غلط فهمتوني غلط لا أنا سأذهب إلى الكرسي هذا أنا أوريكم خلي أنا أقابلكم أنا أوريكم اسمعني يا أخي كريم كابتن أنت أبو وش ذا؟ ما شاء الله حبيبي حقتها حاتم ها؟ حبيبي حقتها إيه شو أنا قلت أنا يا سلام أيوه كذا أشوفكم شوف الحق والله ان امي بتزعل لكن ما انا اسف لا والله لك. كل شيء لازعل امك يرحم والدك لا لا اجل طالبك طالبك يا حاتم الله يرضى عليك ما قلت شيء انا عشان امك ما تزعل عشان الوالد طب ما قلت شيء انا لا انت ناوي تقول ان امك تزعل لا لا لا, لا. انت حلفت قلت والله ان امي تزعل طيب الله يمسيك مطلوب يا ابو علي بمسي على امي يا ابن حلال مش مس على امك كانت الجنوبيه طلع من هذا ف بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يلا سلام لا تقول الموضوع يزعلها ما اقول يا حبيبي لا تقول يا حاتم مسالة الله يمسيش بالخير يا أمه ومعليش أنا في ناس إنه مو كله البعض البعض شو اسمه رديت الكلمة في نحري وتقول بزعلها يا أخي ليس الزعل بذاته ما يا أخي أنت وأشكالك لن تكون أحرص مني على أمي الله في الله يا حاتم هذه في منتصف الجنة حاتم غرد روح الله قد هي في الحنجور هنا عطى صارت سعيد يا جماعة سعيد عطنا سالفة المخدر الله يرضى عليك خلاص ما صارت والله والله صدق خليت أمنا أنت خلاص يلا هات يلا يا سعيد والله خلنا نروح هذه السالفة والله خلنا نروح في الحين يلا خلنا نروح على العشاء زهزوا العشاء يلا الرجال سوى حادث قبل شوي وسبه أنت والله ترى ما تدري هذا والله إي والله شلون أبشر بالحق والله يا أبو الحمد لله السلامة الحمد لله السلامة الحمد لله السلامة أبشر بالحق والحمد لله السلامة جديدة معوض خير يا رب فين هي الكاميرا؟ وأما عنيني بخير الحمد لله ولا جاني شيء ما ترى بس ان شاء الله لا دقه بسيطه والحمد لله تبان استخني انا انت لاني دقيت عليك ورجعت لفت اللي قدامي صبه استخدم الجوال اثناء القياده طبعا طار الجوال الان فيه رقم تواصل هنا في البرنامج اي احد حاب يشارك بس يتصل علينا وبعدها ان شاء الله بنسمع سالفه ابو صالح الله يهديك ابو صالح لو يتصل عليه اي ابو صالح هي اللي اعطاك رقم ثاني رقم عنده صلى على رسول الله اللهم صل وسلم عليه عطنا السالفه الرجال برنامجكم ذا متى بدا الاسبوع الماضي صح ايوه الاسبوع الماضي ايوه اول حلقه أيوة. الاسبوع الماضي والله اني كنت اتمنى يبدا بدون هاني لكن الله ما قدر الحمد لله ايوه ما الله كتب طبعا كنا في دبي والرجال حريص انه يجي ارتدينا غصب اي والله تخيلوا اخواني انه يوقت جوالك قبل رحلته ربع ساعه يعني في ذمه في واحد مو قبل الرحله يعني زي اللي يقول ايش زي اللي يقول خلوني يرقد واعطوهم عذر انا عيرته بعد او لا وين قبل الرحله انت تحسب الساعه 12 الساعه 3 وقت الساعه 12 وربع الساعه 3 المهم ان الرجال دخلت عليه طم سلامه رحمت انا وزياد قلنا تو هو قلت جوال بدي لكم الله انه ما يوصلهم البرنامج اتصل الرقم من عندك انت فهمني وين اي معك ايش دعوه ترى حتى ذا مو من الجنوب وش فيك تتكلم عنه فلا قد يفهم اسلم قلت لكم الله انه ما يصل البرنامج ذي انت معي يا زياد قال الله انه ما يصلها قلنا تم دخلنا عليه لقيناه راقد طبعا السرير اللي راقد عليه مزدوج عدى على اخره في الطرف واخذ جواله وضع جسمه على الجنب الانام ايوه الرجال راقد على اليمين مطبق السنه واخذ جواله وربه تحت مسمعه ورقد انا ليش حاط دوله تحت مسمعي؟
عشان يسمع. لا والله عشان قال سيد ارقد وانا بصحيك. كلمة انا بصحيك شكتني في الوضع. قلت خلني احط جوالي تحت راسي عشان ما يسرق. هذا ليس من السنة طبعا. الجوال. انه الجوال يضعه تحت. اي ما هو من السنة المفروض يا بالمخدة ولا ايده. المهم رجع حط ايده قلت ما زيادة والله انه ما يصل. قال كيف تقول؟ قلت والله لن تخش الجوال من تحت راسي. رجع نزدح به ضيم به تعب خلف الليل اللي قبلها ما رقد ما مسى. عديت عند الرجال ونزدح ونزدح جنبه ونزدح زياد جنبي. قلت لا اله الا الله عني باخذ الجوال الحين بيدق علينا الجوعين وبيهتلنا ويمكن يزعل هو وعاد ما همه الا انت يا حسام. حسام حاتم 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 وحاتم ترى على فكره ترى عرفني عليك قبل ما اشوفك والله ما يحتاج. هذا من طيبك اللي يشوف اللي يسبقه ذكره عرف انه طيب جالك تسلم ومن طيب هاني هذا فاصل. المهم جيت عند الرجال عانيت معه معانا تخلف طبعا هنا معانا انك تدخل يدك وتاخذ الجوال بيصحى صح ان صحي ممكن يقوم ما عاد بيرقد وبيروح الرحله ولا الثانيه بيزعل عجبت حاتم يعني ممكن يصحى ولا يقوم لا يمكن يصحى ويقوم مره واحده يعني يقوم ويغلح ها يصحى ويقوم غير يصحى الحلا يذهب ها اي والله من عندي من اللغه العربيه تمن يعرفها اسلم اديب انت اديب انا معك انا معك في شر ولا في قدر تفضل دخلت يدي تحت المخده دخلتها لين مسكت راس راس الجوال مسكت الراس قلت ميت زياد بسحبها شوي شوي ارفع صوتك سيد عشان اسمع سحبت الجوال اللي الرجال انسدح طبعا كان الرجال اي كلام كلام ما يعلى اصلا كمل لا والله خذ راحتك لا والله خذ راحتك خليه ياخذ راحتك انسدح عليه ايه صادق 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 خلوا يا جماعه والله خلوا تعال يا رجال يوم حركت الجواقه مضغط على المخده طبعا وقتها من اسفنجات ياكل اوكي اسفنجات يعني المهم انها قالتوا علي عبد الله اسفنجات ياكل يعني عبد الله ما الحين تاكل لازم يدي وبرك عليها الله ايه قعدت قلت بنتخش الجوال دي اسحب يدي اقلبها قلت من زياد والله نشبت قال زياد اسحبها بيصحى اسحب يدك ها؟ ايه اسحب يدك افرشت هذا ما هو بهاني والله العظيم وتعالى سحبتها وكل ما سحبتها ما ادري هو رجال صحي ولا المهم انه يرجع ينزل عليها صاحي ولا والله ما ادري كل ما سحبها ينزل عليها لكم الله انا قعدت يدي تحت المخده ربع ساعه لين بردت لا اله الا الله حسيت انها بردت تجمد الدم فيها لا حول ولا قوه عندك فاصل؟ عندنا اتصالات يلا نسلم معنا صالح السلامه مساك الله بالخير صالح الله يديم الضحكات يا رب معنا يا صالح كلمنا من التليفون سمعنا يا هلا وسهلا تفضل حياك الله السلام عليكم سلام الله ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم الله يمسيك بالخير هلا والله حياكم الله كيف الحال ابو صالح طيبين هاي صالح صالح ولا ابو صالح صالح كيف حالك يا صالح الحمد لله والله بخير تسمح لي يا صالح بس صالح عن تجربة إيه؟ وحنا متصلين عليه ودنا جزاه الله خير يحتسب الأجر ويعطينا الفكرة اللي سواها صالح لها علاقة ببداية كلامنا ما شاء الله سمى شريع ايه صالح صالح وش فكرتك يا صالح تم ايه انا فكرتي بس عن الحصالة هذه انت تقول لي انا جيت انا يعني كنت اشتغل كذا وضيع قروشي فجاء واحد من اخواني اخوي الكبير جميل أسلم اسلم يا صالح معك اسلم ايه جاء اخوي الكبير يقول لك اعطاني حصاله وخليتها عندي يعني بالبيت وبديت احط فيها وبديت كان فيها ديره قريبه لمنا كنت اشتغل فيها عنيزه كم عمرك صالح؟ يعطونا من 3000 تقريبا كذا ما شاء الله كم عمرك صالح؟ انت في الجامعه في الثانوي وانت؟ بالكلية التقنية ما شاء الله طالب يعني اسلم ايه وكنت اشتغل اقول لك وبديت اجمع يعني كذا على شوي يعني ما شاء الله الين كم حصلت ما شاء الله لا كم قعدت صالح تجمع لان المبلغ ما شاء الله اشتغلت تقريبا عدت يعني اشتغلت بأماكن واجد لكن انا اقول لك يعني كذا نبي فترة الحصالة كم من يوم بدأت الحصالة لين كسرتها
اقول من يوم فتحت الحصاله لين كسرتها كم قعدت؟ من يوم بدأت تحط فيها فلوس؟ تقريبا